بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس السيميلاريتي من يونت 5 جيومتري للميدل 2. السيميلاريتي دي معناها إن أنا عندي تو سيميلار شيبس، تمام؟ تو سيميلار شيبس. إحنا لما بنروح للاستوديو بيدينا صورة، تمام؟ بنتصور بيدينا صورة هي نفس الشيب بتاعك بس بمقاسات مختلفة، 4 في 6، مش عارفة 6 في 9، مش عارفة 12 في كام. كل الكابز دي كلها similar to each others، تمام؟ بس with difference in dimensions. difference في ايه؟ في dimensions. انت ده بحجمك الطبيعي، الصورة اللي هي مثلا ال 12 في 15 ولا معرفش كام دي ليها سكيل، صغرتك بسكيل معين، عملت لك مينيمايز بسكيل معين، واللي بعدها سكيل تاني، واللي بعدها سكيل تالت، يعني مقاسات مختلفة with different scales، تمام؟ لكن في الاخر بيفضل ان هو السيميلر شيب اللي هو انت، تمام؟ طيب دلوقتي مثلا لما بيجي التيتشر مثلا بيعمل برزنتيشن، فبيبقى عنده على اللابتوب الشيب، بيبقى عنده بسكيل على مقاس الدايمنشن بتاعت الLCD بتاعت اللابتوب او بتاعت الكمبيوتر، وبيبان لك انت على البرزنتيشن فلات، تمام؟ البرزنتيشن على الحيطة او على الوايت بورد بيبان عندك الشيب بس بشكل اكبر، بيبقى فيه انلارجمنت للدايمنشن بتاعت الشيب، بس بيفضل ان هو نفس الشيب، ان هو سيميلر بس ده with dimension، والتاني with a different A with a different dimension، يا إما enlargement يا إما minimizing. طيب لو مش enlargement وminimizing هيبقى الشكل يعني مثلا زي وأنا واقفة مثلا قدام المراية، أنا بحجمي الطبيعي قدام المراية، تمام؟ اللي هو زي اللي خدناه قبل كده reflection، فالشيب بتاعي اللي باين في المراية بنفس الدايمنشن بتاع النورمال شيب بتاعي، فتي كده هيبقى اسمها congruent اللي احنا خدناها، اللي هي الكونجرنسي اللي هي الدايمنشنز بتبقى ايه؟ بتبقى واحدة. طيب اول حاجة هناخدها similarity of two polygons. بيقول لي هنا ايه؟ it said that two polygons of the same number of sides، طبعا لازم يبقوا same number of sides، يعني quadrilateral ولا hexagon ولا heptagon ولا octagon، لازم كله يبقى نفس ال number of a of sides، are similar if the following two conditions are verified together. زي قبل كده ما احنا خدنا في الكونجرنسي، خدنا conditions للكونجرنسي بتاعت الشيبس او البوليجونز او الكونجرنسي بتاعت الترينجلز، برضو السيميلاريتي دي ليها conditions لازم تتوفر وتتحقق علشان اقدر اقول ان الفيجر ده او البوليجون ده similar للبوليجون ده. ايه اول condition؟ their corresponding angles are equal in measure. يعني ايه corresponding angles؟ يعني مثلا say A B C D والبوليجون X Y Z L، ان تبقى measurement A angle A equal measurement of angle X. وفاكرين في الكونجرنسي كنا بنعمل حساب الارانجمنت بتاع اللترز لازم تبقى مظبوطة، وان كل congruent angle او congruent side الاوبزيت بتاعه السيم congruent A angle أو congruent side. طيب هنا عندي ان الكونديشن الاولاني ان their corresponding angles are equal in measure، معناها ايه؟ معناها ان measurement angle A equal measurement angle X، وmeasurement angle B equal measurement angle Y، وmeasurement angle C equal measurement angle Z، وmeasurement of angle D equal measurement of angle L، تمام؟ طيب ادي اول condition. تاني condition A، their corresponding side length are proportional. يعني ايه proportional؟ proportional جاية من الفراكشن، ان هي بيبقى فيه ratio معينة. يعني ايه ratio؟ يعني ان انا اقول ان length of AB divided by length of XY بالarrangement ده بالordering بنفس الordering بتاع letters، تمام؟ equal BC divided by YZ equal CD divided by ZL equal DA divided by LA LX.
يعني ايه؟ يعني انا سي مثلا ان انا عندي ال AB ده مثلا 6 وال XY ده 12، يبقى 6 over A over 12، واللي بعديها مثلا ال BC 8 وال YZ 16، يبقى 8 over كام؟ over 16، واللي بعده ده مثلا 9 واللي بعد والسيميلر سايد بتاعه 18، يبقى 9 over 18. لو لقينا ان الـ ان الـ اللانث الريشيو بتاعت اللانث ال 1 لانث تو ذا سيميلر اذر لانث، هنلاقي ان 6 over 12 equal 8 over 16 equal 9 over 18 equal 1 over 2. يعني الريشيو ما بين السايد لانث 1 over a 1 over 2 between the first polygon والسكند A والسكند polygon. طب ال 1 over 2 دي هي دي المعنى بتاعت proportional، ان هما كلهم with ratio with the same A with the same ratio. تمام؟ لو توفر ال 2 conditions دول مع بعض، ما ينفعش يبقى واحد بس، لازم الاثنين مع بعض together، 2 conditions together، يبقى يتقال ان the polygon ABCD similar to، دي العلامة دي الساين دي بتاعت السيميلر، زي ما خدنا قبل كده ان الثري داشز دول الساين بتاعت الكونجرنت، similar to the polygon XYZL and it is read as the polygon ABCD is similar to the polygon XYZL. تمام؟ طيب يبقى زي ما احنا قلنا الميجرمنت الفيرست كونديشن ان الميجرمنت اوف فيرست بوليجون انجلز ايكوال الميجرمنت اوف سكند بوليجون اي انجلز، ذا ميجر اوف كورسبوندينج انجلز ار اي ار ايكوال. طيب الكونديشن الثاني ان الاي بي زي ما احنا قلنا ايكوال كونستانت، الكونستانت دي بقى اكوردنج لايه؟ اكوردنج للسايد لينث بتاعهم. لو التو كونديشنز دول اتحققوا فيريفايد، يبقى we deduce that the polygon ABCD is similar to the polygon XYZL. طيب عندنا شوية remarks كده. remarks ان انا لو عندي two similar polygons، يبقى the constant ratio among the length of the corresponding sides of polygon 1 and polygon 2 is called the ratio of enlargement or the drawing scale. يبقى الـ ratio between الـ side length بتاع الـ two polygons اسمها ratio of enlargement or the drawing A scale. طيب لو الـ constant ratio دي is more than one أو greater than one، يبقى الـ polygon ده حصل له enlargement. تمام؟ يعني كان with small length sides side length وبقى with greater side A side length. طيب لو كانت less than 1 يبقى the polygon B1 is a minimizing of the polygon B2. يعني ايه؟ يعني صورة مصغرة، يبقى كان greater ال polygon الاولاني كان greater side length، بعد كده بقى smaller side length. طيب لو هي ال ratio دي ratio of enlargement او drawing scale equal 1، يبقى the polygon B1 is congruent to the polygon B2، زي ما احنا قلنا كده صورتك في المراية هي congruent لشكلك. تمام؟ طيب ال remark 2 بقى، in order that two polygons are similar، لو احنا already عملنا verify ان ال two polygons are similar، لازم ال two condition يبقوا verified together and verifying one of them is not enough to be a to be similar. ازاي؟ يعني مثلا انا عندي السكوير والرامبس، السكوير والرامبس لو انا عندي سكوير مثلا والسايد لينث 4 وعندي رامبس والسايد لينث 4، طبعا احنا عارفين ان السكوير والرامبس الاثنين الفيجر all sides are equal in length سواء السكوير او الرامبس. طيب انا دلوقتي عندي رامبس وسايد لينث 4 وسكوير والسايد لينث 4، يبقى كده ان السايد لينث الكورسبوندينج سايد لينث ار اي ار بروبورشنال. بس انا عندي في السكوير الفور انجلز ار رايت انجلز، انما في الرامبس مش رايت انجلز ويز ديفرنت اي ويز ديفرنت ميجرز، يبقى عندي كده ان الكورسبوندينج انجلز الميجر بتاعتهم مش ايكوال،
دي 90 في السكوير والتانية ايه؟ والتانية حاجة مختلفة. يبقى كده في one condition ما حصلوش verify، يبقى كده الاتنين مش مع بعض، يبقى السكوير مش similar للايه؟ للرمبس. تمام؟ طيب السكوير والريكتانجل، بيقول لي هنا السكوير والريكتانجل are not similar. ليه they're not similar؟ هما الاربعة صح، الفور انجلز بتاعتهم right angles، بس السكوير all sides are equal in length والrectangle each two opposite sides are equal in length، يعني totally different في اللينث بتاعهم. يبقى كده في one condition in side lengths او length of corresponding sides are not proportional، يبقى في condition ما تحققش، يبقوا ما ينفعش الاثنين يبقوا ايه؟ يبقوا similar. عندي remark 3، the congruent polygons are similar but it's not necessary that the similar polygons are a are congruent. Of course ان طبعا ال congruent polygons are similar. ليه؟ لان ال measurement of angles equal وال side length a equal. تمام؟ انما ال similar polygons ممكن يبقوا enlarged، ممكن يبقوا minimized. مفيش غير حالة واحدة بس بيبقوا congruent، لو الratio of enlargement او الscale الdrawing scale بتاعهم كان equal a equal 1. طيب remark 4، all regular polygons of the same number of sides are a are similar. هو ايه regular polygon؟ regular polygon اللي هو all sides are equal in length، فطبيعي ان sum of its interior measurement angles هيبقى divided على number معين فيديني all angles are equal in a in length. فالcongruent sorry فالregular polygons of the same number of sides، يعني مثلا hexagon وhexagon octagon وoctagon هيبقوا ايه؟ of course يعني sure هيبقوا ايه؟ هيبقوا similar. طيب زي ايه؟ زي all squares are similar. طيب remark 5، وهيبقى all rhombus are all squares are a are similar. طيب عندي remark 5، if each of two polygons is similar to a third polygon then they are a they are similar. يعني ايه؟ يعني لو مثلا عندي polygon 1 similar to polygon 2 وعندي polygon 3 similar to polygon A to polygon 1، يبقى ال conclusion الطبيعي ان ايه؟ ان ال polygon ان ال polygon 3 similar to polygon A to polygon 2. زي كده ال parallel lines، لما يبقى عندي 3 parallel lines each of them are يعني one of them is parallel to a third line، يبقى طبيعي ان السكند لاين هيبقى برضو برا للثيرد ايه؟ للثيرد لاين. طيب remark 6، الاوردرينج بقى، the order of corresponding vertices should be kept in giving names of similar polygons that to help us finding the proportional sides length and the equal angles in a in measure. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم احفظ الاوردرنج او احافظ على الاوردرنج بتاع الايه؟ بتاع الانجلز. ما ينفعش اقول مثلا A B C D دي مثلا 30 ودي 40 ودي 60 مثلا سي مثلا ل X Y Z L وال Y مثلا هي اللي 30 وال X هي اللي 40. لا غلط، هنا 30 40 60 يبقى برضو هنا هيبقى 30 40 60، يعني الواي هنا هتبقى مكان الايه؟ مكان الاكس. لما بنقول بنعمل الاوردرنج بتاع الانجلز الكورسبوندينج انجلز اللي هم ايكوال ان ميجر، هنعرف نجيب ان الاي بي ايكوال الاكس واي والبي سي ايكوال الواي زد والسي دي ايكوال الزد ال، وبعدين نلف الدي اي ايكوال ال ايه؟ ال اكس. تمام؟ ونعمل البروبورشنز بتاعتنا اللي هي هتبقى الديفايدنج الفيرست السايدز بتاعت الفيرست بوليجون ديفايدد على السايدز بتاعت السكند بوليجون عشان نجيب الريشيو اوف انلارجمنت او الدروينج سكيل او نبين انهم بروبورشنال. تمام؟ طيب نيجي نشوف بقى اكزامبل.
عندي الاكزامبل ده بيقول لي the polygon in the opposite figure the polygon A B C D similar. العلامة دي احنا قلنا sign دي بتاعت similar to. Similar to the polygon A X Y Z L. وبدام هو عطيها لنا يبقى اكيد هو عامل الordering. Find the measures and length of the unknown elements تمام in the two polygons. Also find the ratio of A of enlargement. نيجي نشوف solution. هو بيقول ان هو عنده ال two congruent sorry ال two similar shapes دول تمام. طبعا دول similar مش congruent. وعايز يجيب ال unknowns تمام. طيب انا عندي A B C D و X Y Z L يبقى measurement of angle A equal measurement of angle X since ان ال shape او ال polygon A B C D similar to X Y Z L تمام. يبقى therefore measurement of angle A equal measurement of angle X. طيب انا عندي measurement of angle A 70 يبقى X كام 70 degree. طيب بعد كده ال measurement of angle B equal measurement of angle Y فين ال B unknown فين ال Y 65 يبقى دي 65. طيب measurement of angle C equal measurement of angle Z فين ال C 135 فين ال Z unknown يبقى دي 135. measurement of angle D equal measurement of angle L. طب فين ال D unknown فين ال L unknown. الله طب ما احنا هنعرف هما فين هي ال measurement بتاعها equal كام. وانا عندي already انا عندي ان ايه ان the sum of measures of the angles of quadrilateral لان ده quadrilateral. يعني ايه quadrilateral؟ يعني with four sides the sum of measurement of angles بتاعته equal 360 اللي هي 180 plus 180. يعني انا دلوقتي لو عملت sum لل three angles دول او دول ما هم equal تمام وبعدين عملتهم subtracted from A from 360 هيديني الميجرمنت اوف الانجل اللي هي اللي فاضله دي اللي هي انجل L or انجل D زي ما هو حللها هنا كده the sum of measure of the angles of quadrilateral equal 360 يبقى measurement angle D هيبقى measurement angle D equal measurement angle L equal 360 minus 70 plus 65 plus 135 equal 90 degree تمام. ده كده خلصنا الفيرست A الفيرست ريكوير. بعد كده هو كان عايز الريشيو اوف انلارجمنت فاحنا هنيجي ناخد AB over XY زي ما احنا قلنا ايه تبقى بالA بالاوردرنج AB XY BC YZ CD ZL DA LX زيه زي الكونجرنسي اللي احنا خدناها قبل كده. فهنجيب البروبورشنال تمام اللي هي الريشيو اوف انلارجمنت على الاوبزيت سايدز مع بعض هيبقى AB over 3 equal 2.1 over 1.4 equal CD over 101.8 equal 3 over LX. وبالسيزرز نعرف نجيب الايه طريقه السيزرز نعرف نجيب الانون يعني الAB هتبقى 2.1 times 3 divided by 1.4 والسي دي هتبقى 2.1 times 1.8 divided by 1.4. طيب والال اكس هيبقى عبارة عن ايه 3 يبقى احنا جينا جبنا البروبورشنال اللي هي equal كام equal 3 over 2 يبقى دي طريقة ودي طريقة ان احنا نجيب البروبورشنال او الريشيو اوف انلارجمنت الاول يبقى يا اما الاول هجيبها بطريقه السيزرز دي الطريقه العاديه اللي احنا كنا بنجيب بيها الاول او ان انا هعمل ال 2.1 over 1.4 معناها ان هي 3 over 2 تمام. فهجيب الريشيو اوف انلارجمنت واعمل بقى اجيب الانونز برده بطريقه السيزرز 3 times 3 divided by 2 و 1.8 times 3 divided by 2 و 3 times 2 divided by a divided by 3 فهيديني اللانث بتاعت السايدز اللي انا ايه اللي انا عايزاه. طيب هو انا دلوقتي لما اجيب السايد لانث تمام قلنا ان هما بروبورشنال
طيب انا لو جبت البريمتر بتاع البوليجون, هو البريمتر بتاع اني بوليجون هو ايه؟ هو السم اوف سايد لينث اوف ايه اوف ذس بوليجون, فطلع عندي 12.3. والبريمتر الثاني بعد ما انا بتاع البوليجون الثاني بعد ما انا جبت السايد لينث بتاعهم بالريشيو اوف انلارجمنت فطلع 8.2. هبص الاقي ريمارك حلو قوي ان البريمتر بتاع الشيب الاولاني A B C D اللي هو البوليجون الاولاني divided by perimeter of the polygon X Y Z L هيديني نفس الراتيو of enlargement بتاعت السايد A السايد length, ودي كانت السيميلاريتي بتاعت ال A بتاعت البوليجون. هنيجي للسيميلاريتي of A of two triangles, زي هي نفس ال A نفس الموضوع نفس ال A نفس ال conditions. The two triangles are similar if one of the two following conditions is verified. يعني ايه 1؟ هو 1 معناها ان هو ممكن واحد من الايه واحد من الاثنين, تمام. يعني ايه؟ ان the measure of their corresponding angles are equal. وتاني condition A, the length of their corresponding sides are proportional. يبقى عندي التريانجلز مش زي البوليجونز. البوليجونز كان لازم التو conditions يتحققوا, انما التريانجلز ممكن one of them يبقوا verified. طيب يبقى in triangle ABC و triangle DFE measurement angle A equal measurement angle D, measurement angle B equal measurement angle E, measurement angle C equal measurement angle F. Then the triangle ABC is similar to triangle DEF. طيب as a result بقى للسيميلاريتي دي ان السايد لينث بتاعهم هيبقى ايه؟ هيبقى proportional. طيب عندي حاجة تانية, ان السايد لينث proportional يبقى as a result ان الـ A ان الـ angles are equal in A in measure. يبقى في البوليجون كان لازم الـ two conditions يبقوا verified مع بعض الاثنين, ما ينفعش واحد يبقى لوحده. انما في التريانجل ممكن any of the two conditions يبقى verified, تمام. واذا يعني as a conclusion for it الـ condition التاني بيتحقق. طيب نيجي نشوف الـ remarks. بيقول لي ايه؟ The two right angled triangle are similar if the measure of an acute angle in one of them is equal to the measure of the an acute angle in the other. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي two right angled triangle فالاثنين طبعا في two angles هيبقوا right angle. طب يبقوا similar ازاي؟ لو في واحدة من الacute angle الاثنين الacute angle التانيين هيبقى equal في triangle, هيبقى equal للacute angle التانية في triangle. طب ما طبيعي ان ساعتها هيبقى الثيرد انجل برضو ايكوال للثيرد انجل في التو تريانجلز, لان عندي السم اوف ميجر اوف انتيريور انجل اوف تريانجل ايكوال 180. فلو احنا عملنا جبنا الميجرمنت اوف ثيرد انجل هيطلع هو ايكوال في الفيرست تريانجل, هيطلع هو ايكوال برضو للثيرد انجل في السكند في السكند تريانجل. طيب ريمارك 2, ذا تو ايكويلاترال تريانجلز ار سيميلر. طبيعي لو two equilateral triangles are عندي فعندي الكونديشن بتاع الميجرمنت اوف انجلز are equal متحقق, تمام. فهيبقى طبيعي لان الايكولاترال تريانجل الثري انجلز ار ايكوال ان ميجر ايكوال 60 ديجري, فيبقى كده الفيرست تريانجل والسكند تريانجل الميجرمنت اوف انجلز are equal, تمام. يبقى الconclusion ان السايد لينث بتاعهم ايه؟ proportional. طيب the two isosceles triangle are similar if the measure of an angle in one of them equals the measure of the corresponding angle in the other. ازاي؟ انا عندي هنا مثلا ده isosceles وده isosceles, عندي مثلا ان دي equal دي, فطبيعي ان التو انجلز دول ال sum of measure of interior angles of a triangle equal 180 minus d divided by 2, فهيديني الميجرمنت بتاع ال two base a ال two base angles, تمام. طب ما هيبقوا equal, يبقى طبيعي ان ال isosceles triangle هيبقى ايه؟ هيبقى similar. طب لو دي طبيعي دي هتبقى دي قد دي والتالتة هتبقى 180 minus ال sum بتاع ال two base a ال two base angles, تمام. طيب نيجي نشوف بقى example على similarity بتاعت triangles. In the opposite figure
A B C و E F D are two triangles. In them, measurement B equal measurement F equal 150. وبعدين measurement A equal 22. Measurement D equal 43. ال A B equal 9 سنتيمتر. ال B C equal 5 سنتيمتر. وال E D equal 18 سنتيمتر. تمام؟ وال A C equal 12 سنتيمتر. عايز ايه؟ The length of each of ال EF وال FD. ال EF وال FD في triangle EFD. يبقى انا عشان اجيب دول انا لازم اما يعني الامتحان بيبقى الافكار بتاعت الدروس بتاعت اللسنس مش بتخرج عنها. هيجيب لي واحد على ال area equality بتاعت التريانجل وواحد بتاع مثلا البراليلوجرامز. ولما نلاقي مسألة فيها two triangles كده واحد صغير واحد كبير نعرف ان هي على طول على السيميلاريتي بتاعت الايه بتاعت التريانجلز. ولو لقينا two polygons واحد صغير واحد كبير يبقى الدرس الكويستشن معمول على الدرس بتاع الايه البوليجونز سيميلاريتي. تمام؟ طيب بدام كده يبقى انا اجي في بالي على طول ان ده الدرس بتاع الايه بتاع السيميلاريتي. فهقول السوليوشن هكتب الجيفن طبعا واكتب required to find ومن الجيفن هجيب ايه هجيب البروف. هقول since the sum of the measure of the interior angles of a triangle equal 180 يبقى in triangle ABC هاخد ABC الاول هجيب ال third A ال third angle. انا كده عندي one angle equal one angle. تمام؟ هجيب measurement of angle C هلاقيها measurement of angle C equal 180 minus 115 plus 22 equal 43 يبقى دي 43. يبقى therefore ان measurement angle C equal measurement angle A D. طيب in triangle EFD measurement of angle E equal 180 minus 115 plus 43 هيبقى equal كام equal 22. يبقى therefore measurement of angle E equal measurement of angle A. Therefore ان التريانجل ABC is similar to triangle EFD يبقى البروبورشنال بتاعتي السايد لينث البروبورشنال بتاعتي هتبقى ايه AB divided by EF equal BC divided by FD equal AC divided by ED. واحط السايد لينث بتاعتي واجيب الريشيو اوف انلارجمنت هتطلع 2 over 3 هعرف اجيب بكل سهوله ال FD هيبقى 5 times 3 divided by 2 وال EF هيبقى 9 times 3 divided by A divided by 2. طيب اشوف example تاني هنا بيقول لي ايه بيقول لي ABC is a triangle in which measurement A 90 degree و AD perpendicular on A on BC اللي هو التريانجل ده ABC is a triangle right angle the triangle at A و D belong to BC where AD perpendicular on A on BC. Prove that in التريانجل ABD similar to triangle CAD وان التريانجل ABD similar للتريانجل CBA. تمام؟ طيب نيجي نشوف علشان نعمل البروف ده انا عندي دي 90A هنا عندي دي 90 ديجري. تمام؟ وده ايه؟ وده common side يبقى measurement of angle AB ADB equal measurement of angle ADC ادي اول حاجة و measurement of angle B plus measurement of angle BAD equal 90 degree. تمام؟ و measurement of angle BAD plus measurement of angle CAD equal برضو كام؟ equal 90 degree. يبقى طبيعي ال conclusion بتاعتي ان ال measurement of angle B equal measurement of angle A D A C. تمام؟ ليه؟ لان انا عندي D زائد D equal 90 اللي هي 180 minus 90 وعندي في نفس الوقت ان D plus D equal كام؟ equal 90. تمام؟ يبقى D equal D على طول.
ونفس الحكايه بالنسبه هنا ان دي الميجرمنت اوف انجل بي اي دي بلس ميجرمنت اوف انجل اي بي دي ايكوال 90. عندي برضو ان الميجرمنت اوف انجل دي اي سي بلس ميجرمنت اوف انجل اي سي دي ايكوال 90. تمام, يبقى الكونكلوجن ان انا دي بي اي دي ايكوال اي سي اي اي سي دي او دي اي سي. تمام, يبقى انا عملت بروف ان الثري انجلز ايكوال, يبقى هعمل الاوردرنج بتاع الايه بتاع الترينجلز. يبقى ذيرفور ان ميجرمنت اوف انجل سوري ان الترينجل اي بي دي سيميلر تو اي سيميلر تو ترينجل سي اي دي. انا قلت ايه بي اي بي دي سيميلر تو ترينجل سي اي دي. تمام, طيب في التو ترينجلز بقى اي بي دي وسي بي اي الانجلز او A B D و C B A. تمام, measurement of angle B D A 90 و measurement of angle B A C 90. تمام, يبقوا equal و angle B is common ما بينهم هما الاثنين, وال measurement of angle B A D equal measurement of angle C. يبقى therefore ان الترينجل ABD similar to triangle CBA. طب في conclusion او remark جت لنا هنا بقى, in the right angle the triangle the perpendicular from the vertex of the right angle to the hypotenuse divides the triangle into two similar triangles and each of them is similar to the original A to the original triangle. يعني انا عندي ال two triangles دول are similar في ال right angle the triangle. لما نعمل perpendicular line من ال right angle on the hypotenuse ال line ده بيعمل dividing the triangle into two similar A similar triangles each of them is similar to the original A original triangle. يعني ده similar لده وكل واحد فيهم similar للtriangle الأصلي اللي هو ال A اللي هو الكبير. ده الدرس بتاع السيميلاريتي, سهل جدا, هما ما فيش غير حاجتين ان الانجلز سواء في الترينجلز في الترينجلز او في البوليجونز ان الانجلز ايكوال ان ميجر والسايد لينس ار بروبورشنال. الفرق الوحيد ان التو كونديشنز في البوليجونز لازم يتحققوا, انما في الترينجلز وان اوف ذم بس يتحقق وبيبقى الكونكلوجن بتاعه الكونديشن الايه الكونديشن التاني. يا رب يكون الدرس عجبكم الشرح بتاعه, ياريت تعملوا لايك للفيديو وشير للقناة وياريت تشتركوا في البيج بتاعت الفيسبوك, هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو, علشان ان شاء الله ايام الامتحانات هننزل لايف فيديو ولايف اوديو لحل امتحانات او حل المسائل اللي ممكن انها تبقى صعبة قدامنا ونعرف طريقة الحل بتاعتها بطريقة مبسطة. وشكرا, جزاكم الله خير.